يتهافتون لشرائها، يتدافعون، يتشاجرون، وقد يصل بهم ذلك حد السرقة. هوس وصل لحد الجنون، هوس أكواب ستانلي. أشعلت أكواب ستانلي كوينتشر التي تباع بحوالي 50 دولاراً للإصدارات المحدودة مشاجرات في متاجر تارجت، ولم يعد الأفراد يكتفون بشراء كوب واحد بل العشرات منها، ليس لأنهم يحتاجون لشرب كميات وفيرة من المياه، بل للتباهي بها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حصد هاشتاغ ستانلي تامبلر على تيك توك أكثر من 1.2 مليار مشاهدة و67 ألف مشاركة بحسب المنصة. وتصدرت قصص غريبة هذا الترند، منها فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً اشترى لها والدها 67 كوباً من ستانلي خلال سنة، وامرأة اقتحمت متجراً وسرقت 65 كوباً بقيمة 2500 دولار تقريباً. وأنت، هل اشتريت كوب ستانلي بعد هذه الضجة؟ للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today.